أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية الصف السادس، وهو درس قواعد اللغة بعنوان الأسماء الموصولة واستخدامها. الأسماء الموصولة عزيزي الطالب نوع من أنواع المعارف السبع. فاليوم درسنا الأسماء الموصولة الذي سوف نتعرف عليها اليوم. نقرأ القاعدة فتقول: الاسم الموصول، ما هو الاسم الموصول؟ كما أسلفت سابقا، هو اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمى صلة الموصول، فهو اسم معرفة وتأتي بعده جملة تسمى صلة الموصول، أي تتم المعنى بها. كيف ذلك؟ نقرأ المثال الأول: ما أفضل الفريق الذي يتعاون أفراده. فننظر أين اسم الموصول؟ هو الذي. الذي اسم الموصول يدل على المفرد المذكر، الذي يدل على المفرد المذكر، فيتعين بعدنا بعد الذي جملة، يتعين بعد الذي جملة تسمى الصلة. فجملة يتعاون هي جملة الصلة، وتعرب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ننتقل إلى المثال التالي: ما أحسن التلميذة التي تؤدي واجباتها. اسم الموصول هو التي. التي تدل على المفرد المؤنث، المفرد المؤنث، فتأتي بعدها جملة أيضا وهي الجملة تؤدي، وتكون أيضا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نجح التلميذان، أي الاثنان اللذان درسا. هنا نجح التلميذان اللذان، فكان اللذان دلت على المثنى وهما التلميذان، فهنا تدل على المثنى المذكر، وأتت ألف ونون لأنها تعامل معاملة المثنى، فترفع بالألف والنون وتنصب وتجر بالياء والنون. وجاءت جملة درس أيضا صلة الموصول. حفظت النشيدين اللذين، اللذين هنا أتى في حالة النصب والجر، فكانت اللذين مفعول به، والاسم الموصول تكون في محل نصب للنشيدين. اسم الموصول مبني في محل نصب صفة، فنصب صفة وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. هاتان شجرتان اللتان. شجرتان مذكر أو مؤنث؟ مفردها شجرة، مفردها شجرة، فهو اسم مؤنث، فكانت اللتان تدل على المثنى للإناث، فجاءت جملة زرعتها أيضا صلة الموصول. صلة الموصول. أكلت التفاحتين اللتين، نفس العبارة لكن في حالة النصب والجر، فكانت للمثنى التي تدل على الإناث اللتين. فهنا عزيزي الطالب بعد أن تعلمنا كيف تأتي مفردة الذي التي مذكر مؤنث، اللذان اللذين للمثنى الذكور، اللتان اللتين للمثنى الإناث، ننتقل إلى الجمع. نحترم الذين يحافظون، الذين، فكانت الذين تدل على جماعة الذكور. جملة يحافظون عزيزي الطالب هي جملة الصلة، جملة الصلة التي يتم بها المعنى. نحترم اللواتي، نحترم اللواتي، فهنا تدل على جماعة الإناث، وجملة يحافظنا في هي جملة الصلة. عزيزي الطالب الآن بعد أن تعرفنا كيف يأتي الاسم الموصول وجملة الصلة، نقرأ القاعدة ويكون درسنا انتهى لهذا اليوم. فنقول: الاسم الموصول اسم المعرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمى صلة الموصول. الأسماء الموصولة: الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان واللذين للمثنى المذكر، اللتان واللتين للمثنى المؤنث، والذين
لجماعة الذكور الأولات واللوات لجماعة الإناث. عزيزي الطالب، يكون درسنا لهذا اليوم انتهى، وشكرا جزيلا لكم.